تنفيذها علاء بن دحنوس اللي رسميا غير اللقب فاصبح علاء حمدي. فعلا علاء حمدي ولا في الدقائق الاولى يعود فريق الشبيبه وياخذ مكانه في وسط الميدان. اخر مباراه كره لعلاء بن دحنوس وعلاء حمدي اللقب الجديد مانتوغا الى وسط من تسجيل هدف التعادل قبل 10 دقائق على نهايه توقت مبدد. والان دخلنا في الدقيقه الاولى وهذا كريستوفور مونتوغا يلعب كره خطيره ويعمل محمد العويشي يحاول يعمل الفنيه تاتينا من حافظ بن عامر او باش ينافس عامر دربال وفتحي العبيدي. هذه كره لمونتوغا على اليمين ياسين اسلم كره داخل منطقه الجزاء كوستاريكا يوم 27 مارس تونس واسبانيا يوم 9 جوان في جنوب روسيا في انتظار الرفيعه امضاء العقود اللعبيه اللي يسبقوا الفكين الكره اللي هما صبري العماري وكذلك ياسين الساكن وفتح بن خليل. المراوغات التوزيع في المحور وفرصة كان الكرة على مستوى القاسي كجناح أيمن التوزيع في محور دواع الإفريقي وكريستوفر مونتوغا الانقضاض على الكرة أو يتعدى لمنطقة الجزاء كرة لمونتوغا قبلها ثم التصويب الحارس ممتازة الكرة لكن هذه الإعادة على الترويج مرة أولى ثم تخريج الكرة من مونتوغا شكون تمشي لي ايكاني تراوري تمشي للقائين في رادس بعد 4-1 امام الاتحاد الرياضي التونسي استغل بالنسبة الى الافريقي ضعف النتيجه مقابل استغلال التوزيعات حاليا من كريستوفر مونتوغا جانبيه ابرز محاور المحور شهير ممتازه وصوب وكره محاذيه للقائم. شاهدوا جيدا مشاهدينا الإعادة التصويبة من كريستوفر مونتوغا والإفريقي شهير ديما متقدم بأسبقية هدفين والمستقبل الرياضي بالمرسى كريستوفر مونتوغا يرجع لوسط الميدان معناها ما وصلتوش برشا كرات ومسيطر المباراة ممكن تكون فيها أكثر أهداف لحد الآن على الكرة عديد الهفوات المقترفة من الدفاع أمور الشبيبة أيضا العشرات الحاضرين هنا في ملعب رادس يستناو على الأقل استفاقة للشبيبة في هذا الشوط الثاني بعد أخطاء بالجملة في الشوط الأول. كرة تعود لأبناء الخيروان تتنفذ بسرعة داخل منطقة الجزاء الهدف الأول الهدف الأول للشبيبة الخيروانية فعلتها الشبيبة في توقيت بالضبط 40 مباراة اليوم ومباراة في سيناريو آخر مباراة أكيد سيناريو سيكون مجنون هذه الإعادة والتوزيعة والرأسية والهدف للشبيبة الخيروانية هدف أول في المباراة بعد من دفاع الترجي يستغلها كريستوفر مونتوغا يسجل بها الكرة ترجع قدام كريستوفر مونتوغا باليسار كما جات يعطي الأسبقية لفريقه وأول هدف قبل السي اس اس في 6 تنقلات هدف خلى كلاوزن يا
هذه. كريستوفر كريستوفر يخرج كره ممتازه على القرمي يسدد وهدف التعادل. هدف التعادل لصالح شبيبه القلب في الدقيقه 70 من المباراه بعد تمريره ممتازه. شوفوا الكره من كريستوفر لهداف الفريق علي القرمي يتمكن من مغالطه الحارس وجه لوجه عاطف الدخيلي ويسجل هدف التعادل لصالح شبيبه القيروان. وعلي القرمي يصبح في سجله 4 اهداف كافضل هداف كما قلت بعد خروج محمد دعويشي. اذا علي القرمي غير ثامن مع تغيير النتيجه للشبيبه اللي استغلت كره ثابته ركنية ينفذها العمالي وماندوغا يضيف الثاني في 9-7. لكن طريق الشبيبة كان قادر على التسجيل. الكاميروني ماندوغا ياخذ الكرة من وسط الميدان يدخل وشمط في تنفيذ المخالفة من ديزا توصل الكرة للخليج تراوري ترجع الكرة للوطن المصراتي يخرج كرة تدخل مرة أخرى من أمين عباس. الكرة لكريستوفر ماندوغا هداف جي اس كاي لحد الآن. كريستوفر مقطوعة في دفاع الشبيبة القيروانية لكريستوفر ماندوغا يمشي كريس بالكرة. كريس يعمل المراوغة ممتاز بين ثلاثة ملاعبية يربح المخالفة. كريستوفر ماندوغا هذه الإعادة مرة أخرى قلت عادت والشبيبة الرياضية القيرونية في هجمة جديدة. كريستوفر ماندوغا عنده الكرة السابق للترجي الجرجيسي يلعب الكرة بسرعة. كريستوفر ماندوغا في محور الدفاع داخل منطقة اللاج موجودة على حامل الخميس رقم 10 حسن المسعدي. لا إعادة مرة أخرى للقطة والمطالبة بضربة جزاء من يخرج مكرم البكيري. البكيري قبل محمد العويشي يقول الكره محمد العويشي ما فيهاش مخالفه. كره التعادل في الشبيبه القيروانيه 49 دقيقه لعب في المباراه. هذه الاعاده كره كانت عاديه. يخرج مكرم البكيري ياخذ وقته ما كانش يظن لي محمد العويشي باش يعمل الضغط ويفتك الكره. خلاها العويشي. شوف التصويبه شوف التسديده وشوف الهدف الاول للشبيبه القيروانيه. اعاده مره اخرى اكثر من كره واكثر من اعاده لهدف يتحمل مسؤوليته مكرم البكيري. الضغط من محمد العويشي والساق اليمنى كثيف يعطي كره دائما لصالح الشبيبه. محمد العويشي لكريستوفر ماندوغا كره الثاني لكن موجود المسلل. مره اخرى لينا بركلا الاشاره بتسلل رغم غضب جمهور الحيروان الى جابت ان شاء الله لتامين مباراه الملعب الجيد في السلفه ولفريق البطوله. بكره خاطر من كريستوفر ماندوغا تسجيل. بعيده الكره بعيده الكره الاخيره بعيده الكره من كريستوفر ماندوغا. يعني مش متابعه عكست الكره. هذه الكره الاخيره شو كيف تعمل ما بين فوز قبل مر مر رغم المطالبه بضربه جزاء والكره بعيده برشا. يخاف يسيدي صاحبي يخاف يسيدي صاحبي. يمكن الكره الاخيره بتاع كريستوفر ماندوغا ضاعت على الشبيبه الحيروانيه وضاعت روح ولعب كانت اكثر من محطه لكن في مشوار كنت قادر على تحقيق افضل من ذلك. كرسينا في منطقه الجزاء خطيره الكره للشبيبه رودري هل يكون الثاني. رامي بوشنيبه ثم ابو بكر سيلاي ومهد بذكاء كبير ثم صبري العماري ولو انها بنيران صديقه رغم انه الارتماء الاخيره والهدف قد يحتسب لكريستوفر ماندوغا اذا خلط عليها ماندوغا قبل الخط النهائي للمرمى يتحسب له الهدف واذا ما خلطش عليها يتحسب لصبري العماري. لكن تعطي منطقه نصف الميدان في الخمس دقائق الاخيره من هذا الشوط الثاني من المباراه دائما الشبيبه تتقدم ليكون هزيمه او لا. الكرة تعود قبل التماس ارجع لصالح الشبيبة. كريستوفر ماندوغا مع صبري العميري لماندوغا في هجمة سريعة. ماندوغا يمشي يتجه لمنطقة الجزاء يخرج الكرة للشبيبة القيروانية.